نصيحة لكل إنسان مغترب، سواء كنت مغترب في بلد عربي، في بلد أجنبي، لو كنت في أي مكان بالعالم، نصيحة: قبل ما تنزل إجازة على بلدك اكشف على اسمك. في ناس أول ما طلعت من البلد ارتفع عليها قضايا وانحكم فيها غيابي وما بيعرفوا، في ناس وهو برا البلد طلع عليه قرار منع سفر، مجرد ما دخل البلد مش راح ينحبس لكن ممنوع يرجع على البلد اللي هو شغله فيها. في ناس انحط على قوائم ترقب الوصول، مجرد ما يدخل من المطار حتى لو كان ترانزيت ورايح اصلا على بلد ثانيه راح ينبسك وينحكى له عليك مشكله كذا وكذا بتحلها بعدين بتطلع. في ناس طلع من بلده متجوز رجع لقى حاله مطلق او مخلوع ومطلوب منه نصرات بكل شهر نفقات، امتى انحكم عليه فيها ما بيعرف. في ناس طلع كان عنده مشروع وحاطط فيه شريكه، رجع لقى شريكه مستولي على المشروع وصار المشروع له وراحت فلوسك يا صابر. فنصيحة لكل مغترب: هسا كل إشي بكل محكمة بالوطن العربي، كل إشي بالمخابرات، بدائرة عدم محكومية حسن السيرة والسلوك، كل إشي صار ينحل بتلفون صغير، أو تقدر تفوت أونلاين تحط رقمك الوطني ببين معك عليك أحكام ولا لا، أو إذا إلك صديق في الوطن يكون محامي أو بيشتغل في محكمة تعطي رقمك بدق على اسمك بيكشف عليه بيشوف عليك أحكام ولا لا، وبعدين استمتع بإجازتك زي ما أنت عايز. كل التحية للزملاء، والله يبعد عنا وعنكم المحاكم والمشاكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.